في عالم مليء بالتحديات يظهر قيادي شاب مفعم بالأمل والإلهام، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني اللي أسر قلوبنا وعقولنا بخطاباته وشخصيته. اليوم ونحن بنحتفل بدخوله لمرحلة جديدة في حياته، حبينا أن نستعرض أبرز خطاباته ومشاركاته المحلية والدولية. ففي عمر 20 سنة ولي العهد كان أصغر شخص بترأس جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ألقى فيها خطاب قوي ركز فيه على أهمية الشباب وأسس إنسانيتنا المشتركة. فأمامنا اليوم أكبر جيل شاب عرفه التاريخ، وأكبر فرصة لبناء وتمكين مجتمعات قانونها العقل ودستورها الأخلاق ومبادئها السلام والمساواة، الاحترام والحوار، العيش المشترك وتقبل الاختلاف. تلك هي أسس إنسانيتنا المشتركة. محطتنا التالية رح تأخذنا للمنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن، عندما سلط سموه الضوء على أهمية الشباب ودورهم كحفظة السلام ووكلاء التغيير الإيجابي. الشباب هم صفوف الجيوش الجاهزين لفداء أرواحهم وأيامهم من أجل مستقبل بلدهم. هم جنود حفظ السلام الذين يعينون إخوانهم في الإنسانية في المناطق المنكوبة. هم الأطباء الذين تطوعوا لإغاثة إخوانهم العرب في وقت النكبات في غزة. هم المعلمون الذين يذهبون إلى مخيمات اللاجئين حتى لا يحرم الأطفال من أبجديات المعرفة. هم ملايين الشباب مما يشكلون شبكات عطاء بلا مقابل. وفي المنتدى الاقتصادي العالمي ألقى ولي العهد كلمة مليئة بالقوة والعزيمة حول أهمية الشباب والتغيير، الأمر اللي بيهمنا جميعا لتحقيق طموحاتنا. We are not drifters. When it comes to where the tide will take us, the choice is ours to make. What Arab youth want is what youth everywhere want. A fair chance, a chance to be heard. وفي زيارة جامعية في 2018 ألقى ولي العهد كلمة فيها تواضع وحكمة. التواضع صفة حميدة إلا عندما يتعلق الأمر بطموحنا لأردننا. وفي منتدى تيك وادي السنوي ألقى ولي العهد كلمة تبرز رؤيته المستقبلية واهتمامه في التكنولوجيا. I know that at first glance it may seem that we come from different worlds. Mine is about public service, diplomacy and the military. Yours is defined by technology, innovation, and business. Thousands of miles and a vast ocean separate this stage and the place I call home. Yet the connection between Silicon Valley and the Arab world is natural. After all, the Arab world is the original startup garage. We developed modern algebra. We created the first algorithms. We invented Arabic numerals, but apparently Silicon Valley only needed ones and zeros to change the world. والآن لنستمع إلى كلمته الملهمة التي ألقاها في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت في المملكة العربية السعودية. وختاماً علينا أن نعمل معاً لوضع السياسات والبرامج والحلول المبتكرة التي تكفل مستقبلاً أخضر ومستداماً لهذا الجيل والأجيال القادمة. ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني رح يبقى رمز للأمل والإلهام، وكما نستعد للاحتفال بحفل الزفاف الملكي حابين أن نعبر عن فخرنا بعريس الأردن وما يمثله لبلدنا.